هل أحيانا هل نجحت قوات التحالف في اليمن أم فشلت؟ هل قضت على الجماعات الإرهابية وعلى الأطماع الإيرانية أم قضت على اليمن نفسه؟ نتساءل أيضا هل يمكن إرسال قوات برية إلى سوريا؟ فيما يتعلق بالجانب المحلي بنا في مصر نتساءل كذلك، هل تمكنت مصر مع قوات التحالف من إحكام السيطرة على مضيق باب المندب لمنع العبث به، خاصة أن العبث في هذه المنطقة يخنقنا اقتصاديا؟ هل توجد خلافات بين مصر والسعودية تتعلق باليمن؟ ما هي طبيعة العمليات العسكرية التي تنفذها مصر في اليمن؟ هنناقش كل هذه القضايا مع شخصية مهمة جدا تطل علينا دائما لتقديم المعلومات فيما يتعلق بالعمليات العسكرية لقوات التحالف، العميد أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف وعاصفة الحزم من قبل. عميد أحمد عسيري أهلا بيك. أهلا وسهلا، أهلا بيك في الرياض وفي القاعدة الجوية، نورتنا. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. من القاعدة الجوية فبالتأكيد يعني هيبقى الحديث عن الجوانب العسكرية، مع أنه خلاص تداخلت العسكرية مع الجوانب السياسية والأمنية. السؤال، لو عايز محصلة، يعني أقدم للمشاهد محصلة عن نتائج كل ما تم في اليمن تحديدا، السؤال اللي أنا قلته في المقدمة، نجحنا أم فشلنا؟ نجحنا في القضاء على الجماعات الإرهابية والأطماع الإيرانية أم قضينا على اليمن نفسه؟ السؤال محق للجميع يتساءله، وحتى نكون منطقيين ومنصفين عندما نقيم عمل معين يجب أن نقارن الوضع قبل هذا العمل وبعده حتى تصبح العملية واضحة. ماذا كان الوضع قبل 26 من مارس 2015؟ كانت ميليشيا تنقلب على حكومة يمنية شرعية بقوة السلاح، ولعل الأحداث التي تمت في ذلك الوقت لا يقبلها عقل، من انتهاك لحرمات المواطنين، نظام العقوبة الجماعية، الإيقاف القسري للحكومة وللرئيس الشرعي لليمن، تعطيل العمل السياسي والعمل الأمني في اليمن، معاقبة المواطنين والقبائل وغيرهم بأشد العقوبات عندما يرفضون دخول القوات الميليشيات لمناطقهم، ولعل أهمها كان وأشهرها هو تفجير المنازل بمن فيها إن لم تكن معلومة. تفجير المنازل، تفجير المنازل والمشاهد موجودة، تلغيم المنزل، ثم يقال للشيخ إما أن تتبع الميليشيات الحوثية وإلا، ويتم تفجير المنازل، وكلنا شاهدنا هذه المناظر على قنوات التلفزيون. لا أعتقد أن في عقل يقبل هذه الوحشية في القرن 21. هذا من جانب. من جانب آخر، أنه دول المنطقة لا يمكن أن تقبل بالموديل الإيراني، وهو إنشاء ميليشيات مسلحة في الدول العربية للسيطرة على القرار السياسي في الدول العربية. ده موديل إيراني، إيراني، والجميع يشاهدوا أن إيران تتحكم في بعض الدول العربية اليوم من خلال ميليشيات مسلحة. لبنان يتم التحكم فيه من قبل ميليشيا حزب الله الإرهابية. سوريا الإيرانيين جلبوا كل المقاتلين والميليشيات من خارج سوريا لمقاتلة الشعب السوري. العراق، إيران أنشأت عدد كبير من الميليشيات لإحكام السيطرة على العراق، وكانت ترغب في تكرار هذا الموديل في اليمن وإنشاء ميليشيا مسلحة في اليمن للسيطرة على اليمن وإحكام القبضة على العواصم العربية التي كانت تعاني من عدم الاستقرار. لا يمكن أن نقبل بذلك. إذا أتينا إلى شان آخر وهو الأمن الوطني السعودي، الأمن الوطني السعودي كان مهدد بحكم وجود ميليشيا مسلحة تسيطر على مقدرات جيش نظامي، صواريخ باليستية تصل مداها إلى 550 كيلو، طائرات
دبابات مدفعية وخلافه، وكل هذا في تحت سيطرة ميليشيا خارج القانون. ونحن يعني حتى لا تستطيع أن تحاسبها، لأنها يعني ليست دولة ستحاسبها تماما، تتحدث عن ميليشيا تماما. يعني إلى هذا الحد ده كان يهدد أمن السعودية؟ ما في شك. أنت لا يمكن، طبعا الجميع يعلم أن العلاقة السعودية اليمنية علاقة تاريخية بحكم الجوار، لا يمكن أن نغير الجغرافيا. منذ بداية إنشاء هذه الميليشيا، وهذه الميليشيا نشأت في محافظة صعدة. محافظة صعدة هي المحافظة المجاورة للحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. ازداد عدد الأشخاص المهربين عبر الحدود، وأصبحت خط مؤكد لانتقال المهاجرين الأفارقة عبر القرن الأفريقي لليمن وصولا للمملكة العربية السعودية. والجميع يتذكر أنه المملكة حاولت في أكثر من مناسبة تصحيح وضع هؤلاء، ولكن كان هناك كميات كبيرة من الأشخاص تعبر منها، وهذا تهريب البشر يعاقب عليها القانون الدولي. يعني نقلوا أفارقة إلى الأراضي السعودية؟ طبعا أنت تعرف عملية التهريب عملية مربحة ماديا، وميليشيا كهذه الميليشيات تتكسب من هذا العمل. الأشخاص الذي يقبض عليهم على حدود المملكة يعترفون أنهم يدفعون أموال للمهربين لنقلهم من جنوب اليمن إلى شمال اليمن، ثم يطلق سراحهم للوصول للأراضي السعودية. هذا جانب. الجانب الآخر تهريب السلاح. أكبر تهريب، نسبة تهريب أسلحة على حدود المملكة تأتي من اليمن، ومن المتكسب منها هي الميليشيا الحوثية والقبائل التي تخضع تحت سيطرتها، وجميع يعلم أن التهريب مربح. عندما يتم إيقاف الخلايا التابعة للقاعدة أو لداعش ونتتبع السلاح، نجد أنه يأتي من اليمن، ومن يسيطر على الحدود في ذلك الوقت هي الميليشيات الحوثية. لدينا تهريب المخدرات كذلك. كل هذه الأضرار المملكة كانت تتجاوز عنها لئلا تؤزم الوضع وتحاول معالجة الوضع مع الحكومة اليمنية الشرعية أو مع الجانب الأمني لتجنب تصعيد الموقف مع الميليشيا الحوثية. للأسف أنه الطرف الآخر رأى في ذلك أنه المملكة متجاوزة، وبالتالي تستطيع أن تبني قدرات عسكرية وأن تنمي وضعها وأن تصبح حزب الله آخر في جنوب المملكة. تطور الوضع إلى أن حدث الانقلاب، وأصبح الوضع لا يمكن القبول به أن ميليشيا تسيطر أو تختطف دولة ومواطنين بهذا الشكل. تطور الوضع إلى أن وصل إلى مهاجمة الرئيس في منزله في عدن باستخدام الطائرات المقاتلة. الرئيس اليمني. اليمني، وهذا الوضع يعني لم يحدث في التاريخ أن يغتال رئيس دولة باستخدام طائرات مقاتلة. قمة في الوحشية وقمة في عدم احترام الأعراف والقيم الدولية. تعرف أنه الرئيس اليمني حضر القمة في مصر وطلب من الدول العربية مساعدة اليمن للوقوف مع الشعب اليمني ضد ممارسة الميليشيات الحوثية. طبعا ناهيك عن التأثير الإيراني في هذا الجانب ومحاولة زعزعة أمن المملكة، زعزعة أمن المنطقة، وتفكيك تنظيم الدولة في اليمن بإنشاء ميليشيا تعطل العمل السياسي في اليمن. استجابت الدول العربية وعلى رأسها مصر والمملكة العربية السعودية، الأردن، دول الخليج، المغرب، السودان، لأنه لا يمكن السكوت عما يتم في اليمن. تلا ذلك صدور قرار مجلس الأمن 22/16 الذي يجرم الانقلاب ويدعم عمل التحالف والحكومة اليمنية الشرعية. بس دائما قبل ما حضرتك تكمل، يعني فكرة التدخل العسكري في دولة عربية تثير حساسيات كثيرة، وحتى في صوابق تاريخية يعني ما زال الحاجز النفسي موجودا في النفوس. يعني حينما اتخذت هذه الخطوة، يعني هل كان يوضع ذلك في الاعتبار، انه ده تدخل عسكري في دولة عربية؟ اخواني ننظر للهدف، ما هو الهدف؟ هل الدول العربية اليوم تتدخل في اليمن لان لديها اطباع باحتلال اراضي يمنية او احتلال اليمن؟ لا، الدول العربية تتدخل اليوم تخسر مواردها، تخسر ابنائها لإغاثة المواطن اليمني وإغاثة الشعب اليمني. وألا نكرر ما حصل في ليبيا. الجميع يعلم عندما تدخلت قوات الناتو في ليبيا ماذا عملت؟ هزمت قوات القذافي، فككت الدولة، ثم انسحبت وتركت البلد في حالة فوضى. هل نقبل بهذا الموديل؟ هل نقبل من يتدخل الأجنبي وننفر من تدخل أشقائنا العرب؟ لا، الدول العربية عندما تدخلت تدخلت بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية
لأهداف واضحة، وكنا أعلننا الأهداف. أولا تدمير قدرات الميليشيات الحوثية وتقليل قدرتها على إدامة العمليات العسكرية. ثانيا حماية الشرعية والمحافظة على مكون الدولة وحماية الحكومة اليمنية الشرعية. بدون حكومة لا يوجد دولة، الدولة هي عبارة عن شعب وحكومة ونظام يحكمها. إذا انتفت صفة الحكومة تصبح الوضع كما هو في ليبيا اليوم الذي نحاول بناء حكومة من جديد. فلذلك المحافظة على مكون الدولة وهي الحكومة أمر رئيسي. الأمر الثالث هو إغاثة المواطنين. الجميع يعلم الممارسات، ونحن في المملكة كنا نراقب الوضع دقيقة بدقيقة. كانت ممارسات تستخدم ضد المواطنين بوحشية لردع المواطنين على المقاومة. هل يعقل أن تفجر منزل بالعائلة في داخلي ونسكت؟ لا يمكن. هذا الأمر وصلت الانتهاكات إلى هذا الحد. هذا الحد لأنه هذه الميليشيات تود أن ترعب المواطن اليمني وتعلم بأس المواطنين اليمني. فلذلك كان ما هي منهجيتهم العمل؟ كان إما أن يتعاونوا مع الخونة من الجيش اليمني كالقادة الذين كانوا يدرون بالولاء لعلي عبد الله صالح لتسهيل حركتهم باتجاه صنعاء، لأنه يجب أن يمروا عبر مواقع تسيطر عليها الدولة اليمنية.